Diego, onde fica? Já, já. É lá. Deixa aí. Uau. Uau. Aí, ó. É a hombre. Tell you the thoughts I keep trapped in my brain. Tell you that nothing's the same. Tell you I'm nothing much more than a man. هذا اللي وصلنا له الى الان. باقي اخوات كثير. كان نستنى الشباب علشان ندخل الاغراض بالسياره. شباب مشتاق لهذا المكان. تشوفون شباب هنا النهايه. راح ننقل. بس هنا النهاية. والله شباب تعبت على هذا المكان بشكل مو طبيعي. بس خلاص حان الوقت اني اودع. أنا شو كلمة السر؟ تيمون. هلا والله. هلا والله شباب، شو الأخبار؟ شو مسوين؟ طبعا أنا أدري إني قلت إيش قلت؟ ما أدري. المهم بسكن بدبي. كنت راح اسكن في دبي لكن ما ادري ايش صار الصراحه. الكلام راح يصير بعد كم شهر مو الحين، لان لسه باقي ما ضفش من الرياض. المهم داينو ايش السالفه؟ طبعا زي ما تشوفون لسه في صدى بالشقه، لان لسه توني حاطه الاثاث جديد وباقي ما ركبت العوازل، ما ركبت شيء. ايش بك انت مره متحمس قاعد تشوف الخلفيه؟ اصبر. المهم قبل ابدا مقطع اليوم حاب اشكركم على كل شيء قاعدين تسوونه لي، حاب اشكركم على الدعم المتواصل، حاب اشكركم على كل شيء، لان بدونكم كان ما اخذت هذا المكان، كان عايش بالشارع، لا كان قاعد بغرفتي القديمه. شباب مو يعني اني ما راح اصور بغرفتي القديمه، بالعكس راح ارجع اصور بغرفتي القديمه، بس لازم يكون في مكان لي يصلح للتصوير، اجيب العيال نصور مع بعض، اشياء زي كذا. المهم اليوم راح اوريكم شقتي الجديده. طبعا اليوم استلمها وعلى طول ركبت العفش، لسه ما مداني اركب العوازل حقت الصوت، ما مداني اركب السيت اب بالكامل. بس بوريكم ايش سويت اليوم، فتعالوا. طبعا زي ما تشوفون اول شيء عندنا الصاله. طبعا يا جماعه ما عليكم من طقمي، ما عليكم من الشرابات. هذا طقم واحد اليوم كان مكروه مره وهو مريض اساسا، فيب. المهم هذه الصالة بكل بساطة، تعالوا معنا. طبعا شباب هي الشقة القديمة لكن بشكل جديد. المهم طبعا ادري تسالون عزيز وين تلفزيونك العملاق؟ تلفزيون العملاق باقي بالشقة القديمة، يبغى له شركة عشان تفكفكه لانه مرة كبير و ايه صعب جدا انك تفتح. المهم الكنب القديمة كالعادة. هنا عندنا كرسي الشايب، انا الشايب شباب، انا اتكي هنا ومنتج، صحيح عندي سيت اب لكن اتكي هنا ومنتج واعزف صامولي بالجيتار. المهم تعالوا معي اوريكم شيء جدا جميل. طبعا شيء زي ما تشوفون غيرت شكل اللمبات. شيء جميل بشقتي ذي انه فيها بلكونه، اقدر اشوف الهيتل. ايه يا ورع. شيء جدا جميل بعد، ما ادري شفته بشقتي القديمه، بس جبت المرجيحه هنا. الله، هنا اتكي واكتب اغاني، هنا بكتب صامولي جاية. الحين بوريكم الغرفة السرية، خليها فلوج ثاني صح؟ ايه شباب في عندي غرفة سرية ما راح اوريكم اياها الا بفلوج ثاني. طيب قفلها. ها؟ قفلتها. شباب اذا هذا المقطع وصل 24 ساعة ب 100,000 لايك راح اوريكم ايش فيه بالغرفة السرية، اذا ما وصل انا اسف. شباب لا تحسبون ان الغرفة فاضية، اقسم بالله قاعد اشتغل عليها بشكل مو طبيعي. المهم شباب هنا عندنا حمام جميل لطيف. ما الله ابد. بس حمام محترم يعني، ما نفس الشقة القديمة اللي فشل استغفر الله العظيم. اوكي. مشينا هنا عندنا غرفة المونتاج. زي ما تشوفون لسه باقي فيها صدى. لأن لسه ما ركبنا العوازل. فعلى بال ما نركب العوازل بيكون شيء يعني جدا جدا جبار. ما ركبنا أنوار باقي، ما ركبنا شيء. زي الشقة القديمة بس. انا اول واحد اركب سيت اب، العيال لسه ما جو. شباب هنا عندنا طاوله التنس. قاعد افكر اني بلياردو. قاعد افكر اني ما افتحها واسويها، لان احس ان طاوله البلياردو افخم،
فبنجيب طاولة بلياردو بتكون أحلى والشباب يلعبون فيها ما حد يلعب تنس. المهم تعال أقصد بينج بونج، لا حد يزعل بينج بونج. الحين محمد جاي والعيال كلهم جايين وبشوف ردة فعلهم، بس قبل لا يجون بوريكم هنا وش فيه. هنا حمام ضيوف، حمام صغير حق الضيوف، هنا مغسلة، هنا عندنا قلب المنزل، المطبخ، ولاكسي باقي فاضية ما فيها حمضيات كالعادة، فيها كولا يعني. يب هذه الشقة بشكل عام، في غرفة سرية بس ما راح أوريكم إياها الحين، بوريكم إياها بفلوق ثاني. الزبدة خلينا نروح نجيب محمد، محمد وصل تقريبا وبنشوف ردة فعله على المكان. هلا 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 قلت لكم مشروبات سناكس وشياء. شوف شباب جايين مهونة العالم تعبانين. اي والله كيف؟ عمري والله احسن من الله صح؟ احسن من الله الله الا كيف هي صح؟ لا وين المكاتب وهذه؟ تعال تعال اوريك. بس هذه غرفة سرية، هذه ما يشوفونها الحين. هذه غرفة سرية؟ غرفة سرية ما يشوفونها الحين. طيب انا اقدر اشوفها ولا لا؟ انت لا بعد لا تطلع. حالها لسه ما سويت شيء، ما ركبت شيء، ما ركبت توازن الانوار، ما سويت شيء. كل اليوم كذا سريع سريع. عليك عليك كيف بس تبغى كيف ما هو بتاع. شكرا. المهم الحين جاي يفوز وبشوف ردة فعله. حول كذا يا اخي ردة فعله كذا. يا ولد. طيب عزيز انشغل شوي تمام. الحين انا بمسك الضيافه. خلينا نشوف مين اللي ضافه شيء. شوف مسكر يده الكلب. مسكر يده. اوكي يلا راح مسكر يده. جاهزين على ردة فعل؟ اوكي اوكي يلا بسم الله. واحد اثنين. هلا الله يحييك الله يحييك الله يحييك. السلام عليكم، كيف الصورة عليك؟ السلام عليك فهد. ما ادري شلون تسلم. كيف؟ طبعا زي ما انت شايفين هنا. واو حتى في الصالة. واو يا اخي كل شيء عالي يذكر لي بشيء. وتكة حلوة وسوليف وطقطقة. بطل والله والله بطل. شكلك ما شفت كوي وش شكلك ما شفت غرفة المونتاج. لا تكفى تعال صدمني. شفت الغرفة السرية؟ خلنا نروح. صح دقيقة دقيقة. في غرفة سرية. ايش في غرفة سرية؟ غرفة سرية يعني باقي احنا باقي توي وين باقي تضبيطات والله تحمست صراحة. باقي نضبط العوازم والاشياء الحلوة هذه. وش وين الغرفة السرية؟ غرفة سرية ما انا ما يصعب الا هم. انا ما شفتها صدق والله صح؟ ايه انا ما شفتها. باقي نشوفها ان شاء الله. لا تعال فهد. ها؟ انت جبتها؟ اكيد انا. طيب ايش باقي؟ تعال باقي ما خير بسم الله. يلا بسم الله. طبعا بقول لك دز نفس الشيء، طبعا هذا قشعبر. يا ما بخليك تحرش. مو تخليك تجي تيمون جالس هنا وريح. تيمون وين؟ لا تقطعوا على تيمون. صح تيمون وين؟ موجود لسه. صدق؟ موجود هنا؟ ما شاف الشقة. ما شاف الشقة. والله خاف نجيبه يوصخ. لا لا ان شاء الله. ايوه صراحه يعني شكرا. تعال ما شفت البريكوان. شوف عزيز مره نياله بعد يعرفك عامل شلون. ايش رايك المنظر الحلو هذا؟ شفتك اجلس خذ راحتك خذ راحتك. اقدر يعني. باقي رده فعل نيفو لكن باقي ما جاء الحين بيجي بعد نص ساعه كذا عند بيته في القمر. يا بس فعلا. هلا والله. بسم الله. دقيقة واجب لا عادي عادي يلا هذا شيء. واو واو هاي نيفو يا عمري. واو الحمد لله بخير. كيف؟ بسم الله. والله وش شنو؟ دقيقة دقيقة ما شيء ما ادري تحس كذا في شيء ما ادري احس يا الله حلو صح. طيب يلا عطنا هذا طول. اي عندك طول تعال تعال يلا. هذا غرفة سرية ما بس ما نوريك بس انا شو بعد؟ لا 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 واو يا تكفى يا عمري. كيف بس؟ والله حلو ما شاء الله. اي باقي ثاني تونا انتم كل شيء سويته اليوم. اح؟ وانت وانت نايم؟ احنا ما نمت الا الصباح اللي كان جيت ساعتك والله. هنا عندنا زبده لازم لازم نفطر ونطبخ. نطبخ نسوي سلسلة رمضان. تعبان؟ كلنا تعبانين كلنا تعبانين كلنا تعبانين مشكلة. باقي ما شفت الغرفة السرية. وش بشوف لا 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 الغرفة السرية ما حد شافها. كذا والله 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 ما شفناها ما حد شافها صدق والله. اي والله غرفة سرية وش يعني؟ بعدين بعدين المهم شباب بس والله
سلم وكيل قدامي. بس والله شباب هذه كانت هذا كان التور، هذا كان ردة فعل العيال. اتمنى اعجبكم المكان، اتمنى اعجبكم كل شيء. 100,000 لايك 24 ساعه اوريكم الغرفه السريه. بس احنا وصلنا لنهايه مقطع اليوم. اذا انتم مستكين بالقناه اشتركوا، اذا انتم مستكين لا تنسوا تفعيل زر التنبيهات، تنسوا اللايك سبسكرايب الفيفرت. كم معكم دايما tell you my heart tell you my pain tell you the thoughts that keep trapped in my brain tell you that nothing's the same tell you I'm nothing much more than a man sorry sorry one day walking by I came up and said hi She the baddest, damn, she was fly. Curly headed cutie, see her ride or die. I don't even lie.